كل أنواع صف السيارات 30 ثانية. عندما يصل كتفك نص الباركينج اكس السيرينج على اليمين كامل، بتحصل سيارتك تكون في الموقف. هذا الفيديو إن شاء الله راح يشرح لكم كيفية صف السيارة جهة اليمين عندما يأتيك الأمر من الفاحص أثناء الاختبار بصف السيارة جهة اليمين. أول حاجة يضرب الإشارة يمين، ثم يكون نصف الموقف محاذ الكتف، بعد ذلك اكس السيرينج كامل يمين وسيارتك راح تدخل داخل الموقف. طبعا هذه الطريقة أو هذا الشرح راح يأتيكم في الاختبار الشارع مع التدريب والممارسة إن شاء الله راح يضبط معكم. مثل ما قلنا نصف الموقف محاذي الكتف، اكسر ستيرينج على طول يمين وادخل الموقف بطريقة بطيئة. ويعطيكم ألف عافية، موفقين إن شاء الله. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love.